حكم الزواج من أمة. حكم إيه؟ حكم الزواج من أمة. أنت فين الإماء يعني؟ أنت أين الإماء؟ هنا. أنت من أي البلاد؟ أنا بسألك سؤال، أنا راح أستأني يعني قبل كده عن السؤال ده. أنت عندك إماء يعني ولا إيه؟ ما تتكلم، اسأل سؤال عاقل يعني. أنا ما أعرفش، أنا راح أستأني يعني قبل كده حكم الزواج من جاري يعني أو خادمة يعني. في واحد جنبك عنده أمة؟ ممكن اللي عنده أمة يزوجك الأمة التي عنده. ماشي يا شيخ، اسأل أسئلة عقلية، خليك عاقل. ولا احنا الآن هنتفق مع مستشفى الأمراض العقلية بأن تفتح أبوابها للناس، انتبه. بارك الله فيك. وفيك الله. السلام.